شارك سعادة الدكتور عبد الرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام في اجتماع الدورة العادية 92 للجنة الدائمة للإعلام العربي الذي عقدته وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية وذلك في العاصمة السعودية الرياض. ويأتي الاجتماع في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل العربي المشترك خصوصا ما يتعلق منه بقطاع الإعلام والاتصال، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي، حيث تضمن الاجتماع مناقشة 13 بندا تتعلق بتنسيق العمل الإعلامي العربي بما يتناسب مع تطلعات الدول العربية من جهة والتحديات التي تواجهها من جهة أخرى. وقد ناقش ممثلو الدول العربية في الاجتماع جملة من البنود على رأسها القضية الفلسطينية وميثاق الشرف الإعلامي والاستراتيجية الإعلامية العربية وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، إضافة إلى الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 وبند اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب وغيرها من المواضيع ذات الصلة. شرفت اليوم أخواني وكلاء وزارات الإعلام العربية في حضور الدورة العادية للجنة الدائمة للإعلام العربي في مدينة الرياض المملكة العربية السعودية. والحقيقة هذه الدورة تتميز بأهمية خاصة لأنها ستناقش العديد من القضايا والمشاريع الإعلامية العربية اللي احنا في خضم تنفيذها، منها الاستراتيجية الإعلامية العربية، كذلك مناقشة خارطة الإعلام العربي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، وكذلك مناقشة الاستراتيجية العربية لمكافحة ظاهرة الإرهاب. ووجودنا اليوم أعتقد في المملكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض له دلالة كبيرة على وقوف الدول العربية المخلصة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كافة الحملات المغرضة تجاه المملكة.